حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة الصحافة وجولة جديدة في أروقة الصحف والمجلات وفيما يتعلق بالشأن الليبي. نبدأ اليوم من انترناشيونال بوليسي بيست، حيث ذكر الكاتب عماد الدين زهري منتصر في مقاله أن القرار رقم 2259 لمجلس الأمن الدولي الخاص بليبيا لن يساعد هذه البلاد، وربما يكون بداية لمشاكل أكثر، فبسببه سيكون لليبيا أطراف أخرى للمطالبة بالشرعية السياسية في طرابلس وطبرق والآن نيويورك، وهو آخر شيء تحتاجه البلاد. واعتبر الكاتب أن تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا عن طريق التصويت الغربي أمر سيء جدا، لأن الخطة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة صاغها المبعوث السابق للمنظمة برناردينو ليون، والذي قبل وظيفة براتب عال من دولة تورطت في الصراع الليبي. ورغم ذلك لم تعترف الأمم المتحدة بتضارب المصالح في هذه القضية، وتمت الموافقة بالإجماع على الخطة، ما يجعل من غير المستغرب أن يدعم القادة الليبيون ويريدون تصويرها على هذا النحو. في الواقع تضع بنية تشكيلي لحكومة جديدة في انتظار الموافقة على مشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية، وقد أعلن ممثلون عن الحكومتين الليبيتين أنه لم تتم الموافقة على الاتفاق بصيغته الحالية، ما يعني أن قرار الأمم المتحدة لا يعني شيئا بالنسبة لمسار السلام في ليبيا. وإلى الصحافة الألمانية، حيث تطرق مراسل اليومية الألمانية هايسون أونلاين توماس باني في تقريره إلى استراتيجية تنظيم الدولة الجديدة، والتي يسعى من خلالها إلى السيطرة على أهم الموانئ النفطية في ليبيا، خاصة في ظل التهديدات بشأن ضربة عسكرية على الأراضي الليبية من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لتنامي نفوذ تنظيم الدولة. وفي هذا السياق أوضح توماس باني أن مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة شنوا هجوما على مينائي السدرة ورأس لانوف في الجهة الشرقية، وهما أكبر موانئ تصدير النفط، غير أن فصيلا مسلحا تمكن من صد الهجوم في وقت أعلن فيه التنظيم على سيطرته على مدينة بن جواد منطلقا من مدينة سرت التي تحصن بها منذ مدة. وأشار الكاتب إلى استمرار المواجهات بين تنظيم الدولة وحرس المنشآت النفطية حول مرفأ السدرة، فضلا عن جنوب غرب منطقة السدرة، والتي أدت إلى سقوط 7 قتلى بحسب الكاتب. وقال الكاتب إن تنظيم الدولة يشن منذ الاثنين الماضي هجوما على منشآت نفطية هامة في السدرة ورأس لانوف بشمال ليبيا، كما يحاول التنظيم منذ أسابيع عدة التقدم نحو الشرق انطلاقا من سرت لبلوغ منطقة الهلال النفطية، حيث تقع أهم موانئ تصدير النفط الليبي، بينما يضغط المجتمع الدولي على مختلف الأطراف الليبية للتفاهم، خصوصا من أجل محاربة التنظيم الذي استغل حالة الفوضى لتعزيز وجوده في ليبيا. وأوضح الكاتب أن التنظيم نشر الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأربعة انتحاريين قال إنهم مقاتلون للتنظيم قضوا أثناء الاشتباكات العنيفة في محيط مينائي السدرة ورأس لانوف ضد عناصر من حرس المنشآت النفطية بين يومي الأحد والاثنين. وأشار مراسل اليومية الألمانية إلى سيطرة تنظيم الدولة على ميناء السدرة، غير أن الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية علي الحاسي قال إن الحرس استطاع صد الهجوم وإن الميناء ما يزال تحت سيطرته، مشيرا إلى وفاة 2 من عناصر الحرس. وأشار المراسل الألماني إلى تصريح للحكومة الليبية في طبرق التي أكدت أن المواجهات أسفرت عن إصابة خزان نفطي بميناء السدرة، ما تسبب في إشعال نار ضخمة في الخزان الذي يحتوي على آلاف براميل النفط، موضحا في ذات الوقت أن تنظيم الدولة يحاول في ظل التهديدات الكبيرة التي تشير إلى قرب تنفيذ عمليات عسكرية جوية وحتى على الأرض ضده، يحاول السيطرة على منطقة الهلال النفطي التي تشمل مينائي السدرة ورأس لانوف.
إلى الفاتو كوتيديانو، حيث ذكرت الصحفية الإيطالية لوريتا نابوليوني أن الجهود التي بذلتها القوى الغربية خلال الآونة الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الرئيسية في ليبيا كانت في حقيقة الأمر مدفوعة برغبة منها في حماية مصالحها الاقتصادية في بلد غني بالموارد والطاقة. وأفادت أن هذه القوى هي ذاتها من تدخل عسكريا عند الإطاحة بنظام القذافي، ثم انتشار الفوضى واندلاع حرب أهلية بين الليبيين، فضلا عن انتشار التنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنظيم الدولة الذي بات يهدد حقول النفط، الأمر الذي يثير قلق القوى الغربية حسب الكاتب. وأشارت الكاتبة إلى أن القوى الغربية التي قامت بتدخل عسكري في ليبيا إبان ثورة فبراير أدت إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وانتشار الفوضى، وهي ذاتها التي دفعت للتوصل إلى الاتفاق الموقع في ديسمبر الماضي بين الفصائل الرئيسية المتنازعة، وتبقى الأسباب من وراء ذلك اقتصادية صرفة، خاصة وأن ليبيا تعد بلدا في غاية الأهمية فيما يتعلق بالإمدادات والطاقة إلى الغرب. وأضافت الكاتبة أنه منذ عام 2014 أصبح في ليبيا حكومتان تدعمهما مجموعات مسلحة وطنية وقبائل محلية، فضلا عن عدد من الدول الأجنبية، ما يعني أن ليبيا قد شهدت بالفعل حربا بالوكالة. وأوضحت أن طبرق شرق البلاد المتاخمة لحدود مصر تعد مقرا لمجلس النواب، مضيفة أن حكومة الثنية المنبثقة عن مجلس النواب ويقع مقرها في مدينة البيضاء تحظى بدعم كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، كما تعتمد هذه الأخيرة على ما تبقى من الجيش الليبي بقيادة حفتر الذي أعلن الحرب على جميع الفصائل الإسلامية. وقد أنشأت حكومة الثني مصرفا مركزيا موازيا لنظيره في طرابلس، وعينت رئيسا تابعا لها على رأس الشركة الوطنية للنفط، لكن الكثير من موارد الطاقة فضلا عن المؤسسات المالية الرئيسية ما تزال في أيدي سلطات طرابلس، أين توجد حكومة الغويل رئيس الوزراء المعين من قبل المؤتمر الوطني العام. ولفتت كاتبة المقال إلى عديد التحديات والصعوبات التي ينبغي مواجهتها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز سراج. في نفس الوقت بدأ بالفعل سباق القوى الغربية نحو الموارد الليبية، وعلى سبيل المثال أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماثيو رينزي على الفور أن بلاده تدعم الحكومة الجديدة ومستعدة لإعادة تأسيس العلاقات المميزة بين البلدين. وأوضحت أن العلاقات بين ليبيا وإيطاليا كانت مميزة مع الدكتاتور السابق، ليس فقط خلال أيام سيلفيو بيرلسكوني، بل أيضا عندما كان رومانو برودي رئيسا للوزراء، وذلك من أجل مساعدة ليبيا على إدارة تدفق المهاجرين، أي التصدي للمهاجرين في طريقهم إلى إيطاليا. وتضيف الكاتبة أن المملكة المتحدة هي أيضا مهتمة جدا بآبار النفط الليبية، وقد أعلنت أنها تنتظر أن تدعوها الحكومة الليبية لإرسال قوات من جانبها. كانت الولايات المتحدة قد أرسلت مجموعة من الجنود لكنها أجبرت على العودة فورا. ولفتت الصحفية الإيطالية إلى أن هذه القوى الغربية لم تأخذ العبرة من تجارب سابقة، فكلما تدخلت عسكريا في بلد ما إلا وانتشرت الفوضى والإرهاب، ما حصل في ليبيا بالفعل. وترغب الآن مرة أخرى في التدخل بذريعة المساعدة في الوصول إلى الاستقرار ومحاربة تنظيم الدولة، ولكن حقيقة ترغب هذه القوى فقط في حماية وتعزيز مصالحها الاقتصادية في بلد غني بالموارد والطاقة. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ونواصل جولتنا. أهلا بكم من جديد وإلى سبوتنيك الروسية، حيث ذكر الكاتب عامر راشد أن أي تدخل عسكري خارجي في الأزمة الليبية سيضفي تعقيدات كبيرة على العملية السياسية وسيؤدي بالإنجازات التي تحققت والتي يمكن البناء عليها لتثبيت التسوية السياسية وفقا لاتفاق الصخرات برعاية الأمم المتحدة. ويرى راشد أن تلويح المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بإمكانية الاستعانة بقوات عسكرية خارجية لدعم حكومة الوفاق الوطني المقترحة برئاسة رجل الأعمال فايز السراج
في حال طلبت دعم عسكري خارجي، وفي رسالة فهم منها المعترضون على الاتفاق الصخرات الذي تم التوقيع عليه برعاية دولية أن بعض القوى الدولية، والحديث هنا بالتحديد عن قوى غربية، تحاول أن تضع على الطاولة خيار التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، الأمر الذي لا يستبعد أن يكون كوبلر استند إليه لتوجيه رسالته إلى الأطراف الليبية الداخلية. يضيف الكاتب أنه بمحكمة دعوة كوبلر وفقا للمبادئ النظيمة التي تحدث هو بنفسه عنها لتنفيذ اتفاق الصخرات، يرى راشد أن الدعوة لتدخل عسكري خارجي تتعارض ومبدأ الانتقال السلمي للسلطة للحكومة الجديدة، ومع أن تكون عملية الانتقال السياسي بقيادة ليبية، كما من شأن ذلك أن يخل بتطبيق مبدأ أن تكون العملية السياسية شاملة كي يتسنى بناء أي نقاش سياسي على الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في الصخرات، وبأن تكون كل الجهود بتسيير من الأمم المتحدة، وهي المبادئ الخمسة التي حددها كوبلر كناظم للعملية السياسية في ختام اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الليبي في برقة عقيلة صالح، الذي وضع بعض التحفظات على اتفاق الصخرات، وقام بمفاوضات موازية لمفاوضات الصخرات مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين في مالطا وسلطنة عمان، اتفق فيها على أن تكون حكومة الوفاق الوطني باتفاق بين الليبيين دون أي تدخل خارجي، وبالعودة إلى تلويح كوبلر بورقة الاستعانة بقوات عسكرية خارجية وفقا لما قاله حرفيا، الاستعانة بقوات عسكرية خارجية لحماية حكومة السراج، وكان يمكن أن تكون الدعوة مفهومة نوعا ما لو أنه وضعها في سياق مساعدة حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي عموما في مواجهة تمدد تنظيم الدولة وممارسات الكتائب المسلحة الرافضة للعملية السياسية، وما يثير مخاوف بعض القوى الرئيسية الليبية أن بعض القوى الغربية لوحت غير مرة بأنها تدعم تدخلا عسكريا خارجيا في ليبيا تحت عنوان محاربة تنظيم الدولة ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل الليبية. وإلى صحيفة القدس العربي، والتي عنون فيها الكاتب الفلسطيني محمد عايش بافتراء: هناك تنظيم مزور في ليبيا، حيث أشار إلى أن الادعاء بوجود قوات لتنظيم الدولة في ليبيا أو وجود منظمات إرهابية ذات اعتبار ليس سوى استخفاف بعقول الناس، ولا يمكن أن يكون له أي أساس من الصحة، لأن الحقائق والوقائع على الأرض تثبت أن ليبيا لا يوجد بها اليوم سوى ثوار يقاتلون من أجل الحفاظ على ثورة فبراير. وأكد الكاتب الفلسطيني أن لا وجود في ليبيا لطرف ثالث، وأن الادعاء بوجود قوات لتنظيم الدولة أو مراكز لتنظيم القاعدة ليس سوى محض افتراء. أما من يؤيد تنظيم الدولة في ليبيا ويعتنق أفكاره فقد غادر بكل تأكيد البلاد وانضم إلى التنظيم في موطنه الأصلي بمدينة الرقة السورية أو الموصل العراقية. واعتبر محمد عايش أن الحالة في ليبيا يختلف عن سوريا والعراق وسيناء المراكز الثلاثة لتنظيم الدولة، فحتى الآن على الأقل لا يوجد دليل على أن التنظيم يسيطر على مناطق في البلاد، أو أنه له انتشار واسع، أو أنه يتمتع بقوة كبيرة. أما الترويج لوجود التنظيم والتخويف منه فهذا ما تقوم به قوى سياسية وعسكرية انقلابية تريد الإطاحة بثورة فبراير ومخرجاتها، حسب الكاتب. وبين الكاتب أن ما يجري الآن في ليبيا يؤكد أن القوى الانقلابية التي ظهرت على ضفاف ثورة فبراير تريد أن تستخدم شماعة الإرهاب من أجل استمالة التعاطف والتأييد والدعم الدولي، كما تريد الترويج لوجود إرهاب تمهيدا للخلط بينه وقوى الثورة، وهو الأمر ذاته الذي حصل ويحصل في مصر وسوريا وأماكن أخرى من العالم العربي، فضلا عن أن ذريعة الإرهاب أثبتت نجاحا كبيرا لدى أغلب أنظمة الاستبداد العربي حتى قبل اندلاع الثورات العربية أصلا عام 2011. وقال الكاتب إن الأحداث والوقائع على الأرض في ليبيا تؤكد أن الادعاء بوجود تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة أو وجود منظمات إرهابية لا أساس له من الصحة، وأن القوى الانقلابية هي التي تروج لذلك من أجل تحقيق أهدافها وتخويف الليبيين من المستقبل وحشد الرأي العام الداخلي والدولي معا معها.
وأوضح أنه لو كان هناك تنظيم الدولة الحقيقي الذي يقوده البغدادي لكانت أجهزة الاستخبارات الغربية وتحديدا الأوروبية علمت به وقصفت مواقعه وهو على شواطئها وبالقرب من حدودها، بدلا من السفر إلى سوريا والعراق لضرب مواقع التنظيم ومراكزه هناك. فوجوده في ليبيا أكثر خطرا على الأوروبيين منه في سوريا، كما إن المهاجرين غير الشرعيين يتدفقون عبر الشواطئ من ليبيا إلى أوروبا يوميا، ولم نسمع أن داعشيا واحدا وصل إلى أوروبا عبر قوارب الموت القادمة من ليبيا. فلو كان للتنظيم وجود في ليبيا فلماذا لم يغزو أوروبا عبر البحر حتى الآن بحسب الصحيفة؟ وصلنا إلى الختام، إلى اللقاء.